السلام عليكم متابعي المعتز طول وطوارئ وافاعي القدس. طبعا اخوان اليوم بدنا نطعم الزواحف، جميع الزواحف، يعني دود، سحالي، شو ما يكون وشو ما يكون بدنا نطعميه كله. فبتنسوش اللايك والسبسكرايب وتدعموا القناة والشير وتفجروا الفيديو بالكومنتات بعد اللهم صل على سيدنا محمد حتى يرضى نبينا محمد. انا اول اشي بدي اعرفكم على ايش الموجود عندي، بدي طعمي للزواحف، بعدين بفرجيكم الزواحف كيف بدها تتغدى. تمام؟ تعال يا اخوان، في عندي هاب. يلا اول اشي عندنا الفار، الماوس بحكوله ابو ذر. تمام؟ دائما المفضل هو للافاعي، ولكن مرات بنقطع بنضطر نجيبها مستر، لذلك ولا حدا يقول لي ليش حرام بتطعميها مستر، لانه انا انقطعت من طعمها مستر. في ذلك الامر كل جميع مربين الزواحف والافاعي نفس الشيء. تمام؟ يعني حتى في الطبيعه لو لقيت لها مستر راح تاكله. هاي اهم نقطه لازم اوضح لكم اياها، لانه في كثير ناس بقول لك حرام عليك لانه الهامستر نايس ومش نايس وإشي زي هيك. هاي الهامستر اللي انا بحكي لكم عنها بدنا نطعمي منه. تمام؟ ولكن مضطرين لانه ما في كميه من الماوس المطلوب لطعم الافاعي. وكمان في عندنا هذا الهامستر السوري الروسي، في عندنا السوري بيجي حجم اكبر ولون على بني، وفي عندنا ابو دنب اللي هو حجم صغير زي هذا اللي انتم شايفينه. طبعا صغار، يعني في عندي اشياء سحالي وزواحف صغيره لازم نطعميها. في عندنا بطاطا هسه بدي اقول لكم انا بالفيديو مش هسه لايش، خليكم عشان انتم تكونوا متشوقين لشو البطاطا. وفي عندي الدود المير روم، المير روم انا بطلعه منها، موجود عندنا صناديق. تمام؟ هاي الصناديق ننتج على الدود المير روم بالشكل هذا، يعني بصير صرصور، من صرصور بحط بيضه. تمام؟ وبعدين بتكتر بالشكل هذا، لانه كل مربين زواحف ضروري جدا يكون هذا الاشي موجود عندهم. طبعا موجود صندوقين، 3 4 5 6 7 8 صناديق نفس الاشي. يعني كمان حتى هذا شايفين كيف؟ صرصور بحط بيض، شوفوا كيف؟ وبطلع الدود هاي. طبعا هاي الديدان خصوصا للزواحف، هسه برضه بفرجيكوا عشان تتشوقوا لايش. اكيد انتوا اكثر شيء تشوقتوا للبطاطا، انا بدي افرجيكم الدود عشان احنا ننتج منها لازم تحط لها بطاطا، برتقال، خس، منه بتشرب منه ومنه بتتغذى عليه. تمام؟ انا حطينا اكثر من حبه ونقص علينا مش مشكله. يعني هسه هاي كله بفزع عليها، هاي كله بفزع عليها، لسه ما شمش ريحتها. سريع جدا، شوفوا كيف، شوفوا خلينا نكمل لفه احنا. الدود هذا حكينا لايش بدنا نطعمه، بيجي مثلا على البيرد او الحردون الميوزك. شوفوا كيف شايفين، هاي اول غذاء للبيرد او الحردون الميوزك. طبعا زي الحرباي بطلع لسانه، طبعا هو يعني بشبه شوي زي الببغاء لانه بطلع الكتف، لعوب جدا غير ضار. يلا خذها كمان مره، انا لازم انسق بين ما يطلع لسانه وقفله اصابعي. لا راح. طيب شو رايكم بالحركه هاي؟ نيجي نحكي هيك، يا سلام عليك. طبعا هذا التنين الملتحي لانه بيجي عليه شوك مثل الدقن او اللحيه ملتحي. طبعا هاي الديدان غنيه بروتين، بتغذى عليها، بتغذى على الصراصير على اي شيء.
خلينا هذا طعمنا بعدين انا بكمل، ولكن احنا بدنا نخلص تصوير سريع بدناش نطول عليكم. نفس الاشي هاي السحلية الضاحكة بدنا نيجي نحط لها بالشكل هذا. هي راح تنتبه عليه. لا تعال هي خذي هي خليها لحالها راح تشوفه لحالها راح تاكل منه. خلينا احنا تكون جولتنا سريعة. هي نحطها كمان راح تاكل كلها. ونيجي نحكي على الورل السافانا. اول اشي هذا اظهرته في فيديو مرة، ولكن كمان مرة نيجي نعطيه الماوس بالشكل هذا. تفضل. لا طبعا بسلخ خمسة ستة قد ما بسلخ. شوفوا كيف يا انه هاي الفيران سريعة سريعة راح يطول عليه سكر. احنا بدنا نعطيه اكثر. هي تمام. فما بدنا نظهر كمان مشهد شوي صعب. احنا ما بنحب الناس تنتقدنا، بتحب الناس تستمتع على الفيديوهات. ونيجي نحكي على تايجو الأرجنتيني. طبعا بعد ما طلع من الغيار شوفوا هذا الثوب بغير مثل الافاعي. تمام نيجي نطعميه برضو بوك الفرن. شوفوا كيف هي برضو بتغدى على الفرن. طبعا بخبط يمين شمال على اساس انه طبعا جميع الزواحف بتحب توكل اي اشي فيه الروح وهي اللي تقتله. يعني في كثير ناس بقول لك اقتله قبل ما تحطه، ما بصير. يعني لازم الزاحف هو اللي يختار الوجبه تاعته ياكلها ويخنقها ويموتها، لانه هيك اساس الطبيعه. نشيل له المي للورا عشان يكمل التقديم. عشان خيال الفلاش شوفوا كيف هاي الزواحف كلها بالطبيعة نفس الشكل. نيجي نكمل يعني رحلة سريعة هيك بعدين نرجع لكم نفرجيكم. نيجي نكمل نحكي على البوز بايكون بالشكل هذا. خذي لا داخله غيار. الافاعي لما تدخل غيار ما بصير انه انت تطعميها، لانه هذا الغيار لتغيير الثوب. ان شاء الله توكل. هاي الزبد الزبد طبعا. هاي البول بايثون حجم وافي، يعني حجم ضخم.
البول بايثون ما بضل كثير. طبعا عندنا كمان البوا برضه داخل غيار، ولكن بدنا نجرب معها. كيف بدنا نجرب؟ نجرب نحط، اذا اكلته اكلته، ما اكلتوش لا لا. لا مش مشكلة، انا باللحظة هاي اذا بدي افوت ايدي رح تعضني. شايفين كيف؟ خلينا ما بحب، يعني رغم انه طلب المشاهدين هيك اني اصور، ولا انا ما بدي احب اطلع مشاهدات شيء زي. تعال نجرب نطعم البوا الكبير. طلع كيف الورا اللي بلبع. شايفين الفتم والدرع. انزل طعمي تايجو الأرجنتيني كمان مرة. تايجو الأرجنتيني من زمان جبناه، ولكن ما عمرنا حضرناه بتصوير، ولكن كبران. شايفين كيف هاي طريقة البلع على الزواحف، يعني انه هيك بالطبيعة أو بالحياة نفس الإشي. طبعا تايجو راح نسوي لكم فيديو تاني عنه. أيوة يا سلام حرب. يلا شاطر. طبعا أول ما جبته كنت أطعميه مواليد صغيرة صغيرة، فكبرنا له عشان يدسم الوجبة. زي كيف الورال جبناه 25 سنتي، اليوم في 35 40 سنتي كبران. نيجي لطعم هاي الافعى. طبعا الافعى طلعت من الغيار. تعال ليه؟ يا سلام كيف حركاتها. شايفين كيف؟ فهي الافاعي بتفضل ان هي تاكل بالشكل هذا، يعني ما بصير ان انا اقتله وارمي. نيجي على الشبكية. خذي. لا 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 ارجع ارجع. هاي الشبكية بتكبر لسه أكثر. طبعا كل أفعى الشبكيات من أضخم الأنواع، ولكن هاي نوعها السبايدر اللي بتوصل بس مترين مترين ونص، قليل جدا ما بتوصل. وبرضه هاي جبناها صغيرة بلشت تكبر.
كم شايفين يعني المرة اللي قاعد بيصلخ. احنا بنحاول كمان طعمي هون لكن هو شوي بارد لانه كان قاعد في المي. ساعد شايفين هاي هاي تبلع. نجرب طعم البقلويات حرام. أنا السبانة هذا بيعجبني. نجرب نعطي البقلويات لأنه حرام لما نسكن عند المواطنين ما نطعمين. كان المفروض إنهم برضو يتغدين. الأفاعي البقلوية بتستحي نوعا ما إنه تأكل قدام حدا، يعني إذا بدك تحط الفار وتبعد عنه. شبكية شايفيتني أنا الفار. في فيديو بدي أعمل لكم إياه برضو عشان تتشجعوا عن أكبر صرصير بالعالم. هاي خلينا لقدام شوي هيك، يعني أنا راح أكمل تغذية لأنه كل أفعى بتاكل اثنين وثلاثة وأربعة، فما بصير إنه أنا أطول الفيديو. في كمان ما بعرف اذا هاي، انا متحير يعني صراحة شو الطعمية رح نطلق صراحة افضل. تنتين شايفين كيف؟ هاي افعى سالمة مسكينة يعني صغار، يعني هي حجمها بكبر يعني كمان كدن على مرة. في الوحدة عمرها سنتين او اكثر، انه هذا النوع ما بيكبر كثير. هاي بتتغدى بالطبيعة على سحانة صغيرة، على فراش، على دبان. فمش عارف بخاطري ارمي لهن صرصور اشوف اذا بتنجح، شوف اذا بوكلن صرصور ولا لا. لان انا صراحة هاي الافاعي يعني كثير مواطنين بمسكوها او ناس بتمسكها، فانا بقول لهم هاي يعني غذائها صعب. إذا لقينا الصرصور رح تاكله رح نبلش نوزع على المواطنين صراصير. تشجيع أو دود مثلا نيجي نعطيها مثلا. شوفوا كيف عشان حطينا البطاطا هجمن عليها. أنا بخدم بتغدين وبشربن في نفس الوقت. شوفوا الشيء تحت، يعني تحت وفوق. نجرب احنا نحط لهم دود بالشكل هذا. هي شايفين الدوده هاي، او اذا مسكنا سحليه صغيره اي اشي. هذول الافاعي البريه اخوان بتاكل اشياء مش قدام اي حدا بتستحي، فاحنا بدنا نحط ونسكر نقفل. تمام،
شايفين بتاجه مشطره. هي اخر شغله انا بدي لكم اياها بهذا الفيديو، شوفوا كيف انه انا حكيت لكم انه بغير ثوب مثل الافاعي، شوفوا لونه كيف حتى على الثوب نفسه. يعني هذا من شكيت الجنب، شايفين الجنب من ورا الاجر او الاجر بذات نفسه. يعني بغير ثوب بعد ما كل اشي بغير ثوب. بتحط الوجبات المطلوبة. هذا البطن من تحت شايفينه، هذا البطن. فانت كل مربي زواحف لازم يطعمي بعد تغيير ثوب. وشايفين هاي هي البقلويات، يعني انا فكرت راح نستحيل. شوفوا كيف بس اذا انا بدي اخرب على البقلويات ممكن تفلتها. ما بدناش كثير ندقق على البقلويات. فنيجي نختم الفيديو وانا بكمل تغذية. شوفوا شو جبت لكم كمان عشان التصوير يطلع واضح. بتاعت التيك توك هاي اخوان، عشان احنا كل الفيديوهات اخوان تطلع واضحة، رغم انه حطينا اضاءة كبيرة، يعني اللمبة هيك يعني حجمها قد الراس، وجبنا زائد الضوء هذا. بدنا نجيب كمان كشافين لغرفة الزواحف، يعني كشافات لون ابيض عشان يكون التصوير اكثر دقة واكثر وضوح. فشكرا لكم، وانا بدي اختم هذا الفيديو بكلمة يعطينا ويعطيكم العافية ويرزق الجميع. ولا تنسى الكومنت واللايك والشير والسبسكرايب للقناة وتشيروها، والسلام عليكم.